فهاد الندوة هو جاء بعد الشعور ديال الحقرة، شعور الصدمة من خلال الحوارات الاجتماعية ومن خلال السياسات العمومية والخاصة خاصة هاد الملف والملفات المطلبية ديال المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق. عبر الحكومات السابقة يتم دائما إقصاء وتهميش ملف ديال المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق. غتقول لي اسم السبب، نقول لك سولوا الحكومة. هاد الفئات اللي ما نبقاوش نقول لك ان فنات الزهر ديالها، العمر ديالها راه اللي هو 40 سنة واكثر، هو خدام في وظيفة، كله في وظيفة ديالو، كله في المعمل ديالو، في الشركة ديالو، في الاخره، وبنى هذيك الدولة، وبناو الشركات، الناس بناو الشركات، بناو اللي ولات عندهم دابا واحد الاسم، واحد الهوية بصرية، وعندك هذا اللي تثير انتباه، شكون اللي بناها؟ بناو هاد الاجيال ديالنا ديال المتقاعدين اللي بناوها. هاد الاجيال اللي خرجوا واحد مجموعة ديال الامراض حتى واحد مهتم بهم، خرجوا بواحد المعاشات اللي هي مجمدة، من نهار تيخرجوا المعاش ديال المجمد تيتحركش، علما ان كاين قانون وكاين فصول في القانون ديال الوظيفه اللي تقول بان خاص ضروري ان اي زياده تتم على الممارس او الفئات الناشطه الا تستفد منها المتقاعد، تمشي مباشره الرقم الاستدلالي ديال المتقاعد في الوظيفه العموميه ولا في القطاع الخاص. القطاع الخاص اللي هو رغم هذيك الزياده الاخرى اللي تقسموا منها واحد المجموعه ديال المتقاعدين من 2000 تزاد من 2019 لور، ومن 2019 ما عطاهم ديك 5%. وبالنسبة للمناسبة ديال القطاع الخاص، هناك اتفاق على وضع واحد التنقيط جديد واتفقوا عليه، لا الحكومة ولا النقابات، ولم ينزل لحد الآن، من 4130 ل 1320 باقي الآن ما نزلش، الناس يتسناو التنزيل ديال هذا، واحد مجموعة حتى دي بنتي يموتوا عاد غاديرش، ولا يعقل باش واحد مشى للقبر عاد انت غتعطيه حقه، لا يعقل. المتقاعدين والمتقاعدات والمسنين الذين سينظمون وقفة احتجاجية غدا امام البرلمان بالرباط، احتجاجا على اوضاعهم المزرية نتيجة السياسات المتعاقبة ديال الحكومات المتوالية، والتي لم تولي هذه الشريحة الواسعة من المجتمع ما تستحقه مقابل ما قدمته من خدمات جليلة لبناء الدولة المغربية ولبناء وطننا، وهي مستعدة رغم أنها تقاعدت أن تستمر في البناء والتشييد، لكنها مصرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على انتزاع حقوقها، إما بالحوار مع جميع الأطراف المسؤولة أو بالنضال في الساحات حتى يتم الاستجابة للملفات المشروعة، وعلى رأسها الزيادة في المعاشات الهزيلة التي يعاني منها جل المتقاعدين والمسنين أمام الارتفاع المهول والصاروخي للأسعار. كتعرفوا بأن المعاشات لم تعرف أي زيادة لما يقرب من ربع قرن، وبالتالي نظرا لأن هؤلاء تنكروا جميعا للمتقاعدين، فالمتقاعدين اليوم يرسلون رسائل واضحة على أنهم يجب أن يقحموا في الحوار الاجتماعي الذي سينطلق قريبا، وكذلك في السياسات العمومية، وأن ترفع أيدي الاقتطاع الضريبي من معاشاتهم، وأن تعطى لهم مجموعة من التعاملات التفضيلية كمتقاعدين على غرار الدول المتقدمة، بل أكثر من ذلك الدول النامية عرفت تغيير في المعاشات وتعديل في المعاشات وتجويد المعاشات لما يخدم هذه الشريحة في بلدان أقل منا نماء وتقدما إلى آخره. ولكن في المغرب مع الأسف الشديد هذه الفئة يلقى بها للشوارع وللحدائق، وأصبحت محطة تهكم ونكت ديال الضامة وديال كذا. نحن نقول لهم أن للمتقاعدين لآبائكم وأمهاتكم لبنات هذا الوطن آن الأوان أن يعاد لهم الاعتبار، وكل الأطراف الإعلامية والحقوقية والسياسية والنقابية مسؤولة عن ملف المتقاعدين، والكرة الآن بين أيديهم، ماذا عساهم
أن يقولون. هذه الندوة الصحفية عشية الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي ارتأت شبكة الهيئة المتقاعدين بالمغرب أن تختار هذا العام طريقة خاصة ديال الاحتفال، ألا وهو الاحتجاج أمام مقر البرلمان هنا بالرباط. جئت من الجهة الشرقية وأتمنى أن الرسالة والمساج يوصل للمسؤولين سواء السياسيين النقابيين الحكومة وكل من له غيرة على هذا الوطن وكل من له تقدير واحترام للمتقاعد والمتقاعدة الذين أفنوا شبابهم وعمرهم في خدمة هذا البلد الذي نتمنى له المزيد من الاستقرار ومن الطمأنينة ومن التقدم والازدهار. ولن نصل إلى ما نتوخاه بهذا المغرب إلا بعدالة اجتماعية لكل فئات المهضومة، كل فئات مهضومة الحقوق، كل فئات التي تعرف الإقصاء والتهميش. نتمنى إن شاء الله بحول الله، ونحن في بداية هذا الحوار الاجتماعي لهذه السنة، أن تصل رسالتنا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى أعضاء الحكومة وإلى النقابيين الذين هم الوسطاء، هم الذين سوف إن شاء الله بحول الله نعول على دفاعهم عن هذه الفئة وعن جميع الفئات المهضومة في البلاد. نريد الاطمئنان، نريد الاستقرار، نعرف جيدا الأزمة العالمية، نعرف كل هذه المسائل هذه، لكن قهرتنا الزيادة في الأسعار، قهرتنا الأسعار الملتهبة، قهرتنا الأمراض الكثير، وبالخصوص ذوي الحقوق، كاين نساء وكاين أراميل اللي ما توصلوش لواحد ديال ما يصرفه بعض من الناس المسؤولين في 10 دقائق أو في 5 دقائق هو الراتب ديال ذوي الحقوق الشهري. وبالتالي أعتقد أن السيد الرئيس ديال الهيئة والسيد الرئيس ديال الجمعية قالوا ما فيه الكفاية.